كان يوماً صيفياً نموذجياً في ولاية أوريغون، حيث كانت الشمس مشرقة والطيور تزقزق على الأشجار. قررت أنا وصديقتها تيم التنزه في حديقة الولاية الجميلة التي كانت على بعد أميال قليلة من مسقط رأسهما. لقد خططوا لهذه الرحلة لأسابيع، وكانوا متحمسين لاستكشاف التضاريس الوعرة ورؤية المناظر الخلابة التي كان على ولاية أوريغون تقديمها. عندما شقوا طريقهم إلى عمق الغابة، صادفوا كوخاً قديماً مهجوراً كان مخبأاً بالشجيرات والأشجار المتضاخمة. على الرغم من تردد تيم، أقنعته أنا بضرورة استكشافه. عندما دخلوا المقصورة، لاحظوا أنها فارغة تماماً باستثناء بعض الكتب القديمة وخريطة غريبة. بدت الخريطة وكأنها مرسومة باليد ومفصلة وتحتوي على رموز وعلامات معقدة. لم تستطع أنا مقاومة فضولها وقررت أن تأخذه معها. واصلوا ارتفاعهم، لكن مع مرور اليوم، أدركوا أنهم قد ضاعوا. بدأ الذعر في الظهور حيث أدركوا أنه ليس لديهم أي فكرة عن كيفية العودة إلى سيارتهم. مع حلول الليل، أجبروا على قضاء الليل في البرية دون مأوى أو طعام. في صباح اليوم التالي، لم يكن تيم موجوداً في أي مكان. بحثت أنا عنه بشكل محموم، لكن لم يكن هناك أي أثر له. عثرت في النهاية على فريق بحث نظومه حراس الحديقة. تحولت الأيام إلى أسابيع، وما زال تيم مفقوداً. جابت فرق البحث المنطقة، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى تيم. كانت الخريطة التي عثرت عليها آن في المقصورة المهجورة مفقودة أيضاً. كان الأمر كما لو أنه اختفى في الهواء. مرت سنوات، وأصبحت القضية تعرف بأنها واحدة من أكثر حالات الاختفاء الغامضة في تاريخ ولاية أوريغون. تكهن البعض بأن الخريطة قادت أنا وتيم إلى كنز مخفي، بينما اعتقد البعض الآخر أنهم عثروا على شيء لا ينبغي أن يكون لديهم. ومع ذلك، لا تزال الحقيقة لغزى حتى يومنا هذا.